سيداتي أنساتي سادتي، ضيف حلقة النهاردة مطرب الاستعراض الفنان السوري موفق بهجت. أهلا وسهلا أستاذ موفق. برنامج عالم الاستعراض، سعيد جدا أنك هتشترك معاه في الحلقة بتاعت النهاردة. الله يخليك، وأنا سعيد جدا أن ألتقي بكل الناس الحبايب في عالم الاستعراض. وموضوع حلقة النهاردة بس موضوع غريب شوية. إيه ده؟ اشرح فينا بالعلم. في مصيبة هيا. مصيبة؟ معلش يا أستاذ موفق، يظهر يعني أن تاكس. تاكس يا تاكس. تاكس تعالى. إيه اللي بتعمله ده؟ أنا لازم أهرب. تهرب من إيه؟ من المصيبة. مصيبة؟ مصيبة إيه؟ في مصيبة جاية. مصيبة جاية. والمصيبة دي عايز لها تاكس من هنا؟ هو في أتوبيس بيمر من هنا؟ لا. شفت بقى أني مضطر أخد تاكس. يا تاكس يا تاكس. شو القصة؟ أنا آسف يا أستاذ موفق. شو القصة؟ نرجع لموضوعنا. إيه ده؟ إيه؟ تروح فين؟ تعمل إيه؟ هما ما فاتوش من هنا؟ لا فاتوا فاتوا، بقولوا في مصيبة جاية. اخس ايه؟ اخس فعلا يا مدام. واحد عامل نفسه تاكسي والتاني بيناديله. والمهم ان كل واحد فيهم يقول في مصيبة جاية. في مصيبة. معلش اصلهم شوية كده. كل واحد يقول في مصيبة جاية في مصيبة جاية، مع اني انا قلت لهم اني مش جاية دلوقتي. شو؟ مجانين؟ مجانين. وده موضوع الحلقة بتاعتنا النهاردة، الجنون فنون. مجانين والجنون فنون. فنون. طيب أستاذ، أنا آسف وشكرا على اللقاء الحلو الجميل كتير. شكرا فيك. تعالى هنا. آسف ما تفضحناش. الله تروح فين؟ الله تروح فين؟ ده انت العائل الوحيد اللي فيهم، ما تقعد تتفرج عليهم يا راجل. خليك واقف. اثبت. طيب يا سيدي. أيوة. طب حبقى أيوة. بس على شرط. ايوه. ايه هو الشرط؟ نتعاون في حل الموضوع سوا. كويس قوي. انت تمسك فرع من الفروع وانا امسك بقيه الفروع. بس فروع الجنون يعني من وجهه نظري يا استاذ سبب واحد. واحد سبب بس. واحد المؤدي الى الجنون هو الحب. ده انت ساذج قوي. بقى هو سبب واحد بس؟ ده الجنون ده له فروع كتير قوي قوي. طيب يا سيدي اثبت لي سيادتك. أيوة. حضرتك. ايوه اثبت لي من انه الجنون له فروع. لا اثبت لي انت اولا ان الجنون سبب الحب. بسيطه. انا رح احكي لك حكايه مريت فيها انا شخصيا. انت شخصيا؟ نعم. مريت. نعم. يعني اتجننت؟ يعني كنت رح يعني. طيب سلام عليكم. لا تعال بقول لك. لا انا لا امشي انا بقى. لا دام هي يا سيدي الحكايه. نعم. ببساطه وروق وخليك مبسوط. نعم. واحد شاف واحده. كويس. طبعا نظره. ابتسامه كانت حلوه كتير. بتجنن. بنت شعر. بجنن. عيون تاخد العقل يا ستر الله. بتجنن. قد بجنن. كل بجنن. وبعدين شوف بعدين. بعدين الحبيب اللي بيحبها بقينا دي اللي عايزها، عايز يتجوزها. يقول لها مثلا زي طرزان، ها هي ها هي ها. يقول لها حبيبه